بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. يلا خلينا نركبه. واليوم كنا في زيارة من أجمل الزيارات إلى ملتقى المحبة والسلام في مدينة الرستاق. أبو بشير الشيخ محمد العبري، مساك الله بالخير. الله يمسيك بالخير. إحنا اليوم في ضيافة الرستاق وملتقى المحبة والسلام، جوكم إخوانكم من السعودية إلى سلطنة عمان، وش حاب تقول؟ والله بقول جزاكم الله ألف خير، يعني على أساس هذا تسمع الاجتماع اجتماع طيب ويلم بالمعارف ويلم بالصداقة، يعني طالع ما جزاكم الخير. شكرا لك أبو سلطان. حيا الله أبو محمد. البرنامج حافل، والحقيقة أولا أشكرك على هذا البرنامج الحميمي، حبي، ودي، كل شيء. وبديناها من الرستاق، لماذا اخترت الرستاق؟ طبعا لا شك انه الولايات كلها محبوبة لدينا، نعم، ولكن دائما ننطلق من الرستاق كونها الجار الأقرب لنا من محطة السكن. ولا شك أنه الرستاق وسائر الولايات اللي رايحين نزورها كلها مهمة جدا إن شاء الله بإذن الله تعالى. كنا في ضيافة الشيخ ناصر اليوم. نعم، الشيخ ناصر العبري عضو مجلس الشورى ممثل ولاية الرستاق، جزاه الله الخير، نشكره على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، ومتمني له التوفيق إن شاء الله في مراحله القادمة بإذن الله. ونشكركم أبو محمد أيضا على تقليدكم لي هذا الوسام، وسام المحبة والسلام، ولي الشرف حقيقة، وأشكركم جزيل الشكر، متمنيا يعني أن أكون أحظى بثقتكم الطيبة المباركة إن شاء الله بإذن الله. أنت تستاهل كل خير حقيقة، وأنت بالفعل سفير لوطنك. الله يسلمك. وهذا اللي قاعد تعمله أنت هو دليل أيضا على معدنك الطيب وأصلك، وبالتالي إحنا لما نقول لك شكرا فهي قليلة على حقك. الله يسلمك، أهل المملكة يستاهلوا أكثر وأكثر. شكرا لك. بارك الله فيك. شكرا جزيلا. ونحن في هذه الضيافة الكريمة إلى الرستاق كنا في ضيافة الشيخ ناصر العبري، الحقيقة ضيافة كانت مليئة بالمفاجآت الجميلة وكذلك الحضور الجميل حقيقة من قبل أهالي الرستاق. وهنا الشيخ ناصر. نعم، شكرا لك. الله يبارك فيك. شكرا جزيلا. لم نقدم من القليل. احنا سعداء كل السعادة الحقيقة باستضافة لفريق المحبة والسلام في الرستاق، وحابين نسمع منك كلمة قبل لا نغادر هذا المكان. شكرا استاذ عبد العظيم، انا حقيقة سررت كثيرا انا وافراد عائلتي بوجودكم معنا في ولاية الرستاق في هذا المكان الجميل، اسعدتمونا كثيرا وابهجتم سرورنا حقيقة بزيارتنا في هذه الولاية العريقة، ونتأسف كثيرا ان تغادروا عنا الان الى برنامج اخر، ونسأل الله لكم التوفيق والتسهيل والتيسير في هذه الرحلة المباركة، والشكر لكم على تقشمكم مصاعب السفر ومشاق الطريق الينا، والشكر ايضا موصول للاخوة الذين معكم يرافقونكم الاخ عبد الله وزملائه، فلهم منا كل الشكر والتحية، ونسأل الله لكم الحفظ والصون، والسلام عليكم بإذن الله تعالى. دينامو البرنامج، الأستاذ الله. عبد الله الغافري أبو أحمد حبيبي، أنا الله. سعيد جدا إلى هذا البرنامج وتنظيمك الرائع وحرصك الكبير على نجاح هذا البرنامج، شكرا لك حبيبي. جزاك الله ألف خير، وإن شاء الله من محطة إلى محطة أخرى، مثل الطائر يغرب من مكان لآخر إن شاء الله، ومستمرين في هذا البرنامج إلى محطة خامسة. وهنا حكاية أخرى في مسفات العبريين، هذه الحكاية التي نريدها أن تكون للسياحة الوطنية. السياحة الوطنية جميلة جدا، ومسفات العبريين حقيقة مدينة بنيت على أسفح الجبال. الله. هنا
ناخذ جولة خفيفة ولطيفة بإذن الله تعالى على معالم هذه البلدة الجميلة، ونشوف أبرز معالمها السياحية. طبعا مثل ما أشوف أنها بنيت على صخور ضخمة جدا، ولكنها تم تطويرها لتكون مدينة سياحية. أنا باخذ طلة من فوق وبنزل مرة ثانية إلى الأسفل، ونشوف هنا كيف تكونت هذه المدينة. السلام عليكم، كيف الحال؟ شخبار شعلوم؟ أعطيني كده فكرة بسيطة عن هذه البلدة. مش رأيك أجيك دقيقة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ولقينا واحد من الشباب الحلوين اللي ممكن يعطينا فكرة عن هذه المدينة، مسفات العبريين. نعم حياك الله، كيف الحال؟ هذه مسفات العبريين من أقدم بلدة في قرية مسفات، قرية جبلية في ولاية الحمراء. نعم. فهي تتميز بالمناطق التراثية، في البيوت التراثية ومدرجات الزراعية. المدرجات في الجانب الآخر. الجانب الآخر. نعم. نعم. أنا شاكر لك. والحين المسفاة عاد ترميمها من حوالي من 10 سنوات لحد الحين يرمموها ويعيدوها كنزل ومقاهي ومطاعم. جميل. والزوار والسواح كيف نعم. تشوفهم؟ الحمد لله رب العالمين. دائما متواجدين. نعم. هذا نزل طبعا. نعم الآن. نعم نزل تفضل. يعطيكم العافية. كيف الحال؟ كيف صحتك؟ الله يعافيك. بخير. طيب. مثل ما لاحظت، مثل ما قلت لكم، نفس حارة العقر في نزوة كلها كامل إدارتها عمانيين، هنا نفس الشيء. يعني أغلب المزارات بل الكل حتى الكافيهات يديروها شباب عمانية. بارك الله في جهودكم. والله بارك الله. أنا بس أبغى أعرف هل هي الأخ يعرف الحارة سابقا اندثرت اندثار تام تقريبا. أيوة. تام. وانتقلوا إلى المباني الجديدة اللي مثل ما خبرتكم، لكن أعيد الآن ترميمها وإعادة هيئة. نعم. أي. زين، هي بنيت على صخور؟ أي نعم. هي على صخور. على صخور. تنصارون. يعني لو تلاحظ كلها صخور جبلية مثل الحصال اللي حصلناها على المدخل. نعم. شكرا جزيلا. البيت البيتين هذا؟ هذا البيت البيتين. هذا البيت البيتين. نعم. هذا يلقب بلقب اسمه بيت البيتين. بيت هذا هو اللي شرح لكم ايش السبب. بيت البيتين. بيت البيتين هو من اقدم بيوت في المسفات العبريين، بناه الشيخ محمد بن بشير العبري كولاه الامام سلطان بن سيف العربي كولاه، اسس ولاهنا. فكان بنى بيت جزء، فمن ثم بنى من بعده محمد بن يوسف العبري جزء، فسمي بيت البيتين على هذا الاسم. العبري. Yeah.
قلعة صحراء، وما أجمل القلاع، وما أجمل تفاصيل تلك القلاع ومحتوياتها ومضمونها. هنا نحن في القصبة وهذه الإطلالة الجميلة. أستاذي العزيز، كم عمر قلعة صحراء تقريبا؟ تقريبا 700 سنة. 700 سنة؟ نعم، يعني هي بنيت في أواخر القرن 13 أوائل القرن 14 ميلادي. جميل. هذا المبنى اللي احنا فيه هو مبنى الحاكم بالضبط. تسمى القصبة. القصبة. ومحيط هالقلعة هي عبارة عن كم برج تقريبا؟ خمسة أبراج. للدفاع عن المدينة. الأسلحة للدفاع عن المدينة. أنا الحقيقة لفت انتباهي هذه الإطلالة الجميلة على البحر مباشرة. يعني هذا الأصل هذا اللي هو. وهذه أيضا إطلالات جميلة جدا، ولكن أنا سوف أسعى للذهاب إلى الأعلى لعلي أرى شيء لم أراه هنا. والحقيقة صحار هذه المدينة الجميلة التي تزدان بجمال طبيعتها وأهلها. الله، هنا شيء آخر. هنا المدينة البيضاء، ما أجمل المدن. وهناك قلعة أو سوق، سور قلعة صحراء، وهنا زاوية أخرى أيضا من زوايا هذه القلعة المطلة على البحر بها بطولة. أجمل الأسواق الشعبية. ومازن، مساك الله بالخير، صبحك الله بالخير، يا هلا ويا مرحبا. طبعا سوق مطرح تشكل، السلام عليكم، يعني عصب الأسواق السياحية والتراثية في منطقة أو نقول مطرح. ومطرح في مسقط، العاصمة، عاصمة سلطنة عمان. وهذه سوق مليئة بكل الأشياء التراثية والشعبية، وكذلك الأشياء التي تكون هدايا للزوار، وهدايا الزوار متنوعة بين حاجة الناس، بين العلك اللوان وبين هنا علك اللبان، وهنا البحور والعطور، وكذلك هي الأشياء الجميلة التي تكون في الأسواق. هلا 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 والله هلا. ها واصلين؟ واصلين. نعم، بنروح إلى المسجد الصلاة. نتحدث عن عمان، سنتحدث بكل تأكيد عن الإنسان العماني. وحينما نتحدث عن الإنسان العماني سنتحدث عن أشياء كثيرة جدا: الكرم، الجود، التراث. هذه الأشياء قد نجدها في أماكن مختلفة من العالم، ولكن في عمان قد تختلف تماما عن باقي البلدان. شكرا لأهل عمان، شكرا لكل من كان معنا في رحلة المحبة والسلام، شكرا لمن كان معنا في تنظيم هذا البرنامج لزيارة الأماكن. وما أجمل الأماكن، وما أجمل تلك الأماكن التي توقفنا عندها. هناك أماكن تحتاج إلى وقت طويل جدا، وهناك أماكن مررنا بها مرور الكرام. فتحيتي لكم يا أهل عمان، عمان السلام ودهشة المكان.